سليمان عليه السلام نبي من الأنبياء، كان جالسا مع أحد أصحابه جلسة بين سليمان وصاحب الله، فجأة دخل رجل ثالث عليهما، فأخذ الرجل الثالث ينظر، ينظر إلى من؟ ينظر إلى الرجل الذي عند سليمان. اسمع القصة العجيبة. فخاف الرجل، نظر إلى رجل غريب دخل، وأخذ يحد النظر وينظر إليه بعينين محدقتين. فلما خرج الرجل الغريب قال صاحب سليمان: يا نبي الله، يا نبي الله، من هذا الرجل الذي دخل؟ قال: لما تسأل؟ قال: رأيته ينظر إلي نظرا ففزعت منه، نظرا محدقا ففزعت منه. قال: لم تعلم من هو؟ قال: لا يا نبي الله. قال: هذا ملك الموت، هذا ملك الموت. قال: ماذا؟ قال: هذا ملك الموت دخل. فخاف الرجل وقال: يا نبي الله احملني. قال: لما؟ قال: احملني إلى أي أرض بعيدة أهرب من ملك الموت. الناس يخافون، كل الناس يخافون من الموت. فحمله سليمان إلى بلاد بعيدة، قيل هي الهند. فلما نزل الرجل فإذا بملك الموت يستقبله، فقبض روحه، مات الرجل. فجاء ملك الموت إلى سليمان عليه السلام، قال له نبي الله: يا ملك الموت، أخبرني عن قصة هذا الرجل. قال: هذا قصته غريبة. قال: ما قصته؟ قال: أمرني ربي أن أقبض روحه في تلك البلاد فوجدته عندك. فقلت: سبحان الله، أمرني ربي أن أقبض روحه في تلك البلاد البعيدة وهو عندك جالس. يقول: فإذا به يذهب بنفسه إلى حتفه. قل إن الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم مهما فعلت، مهما فعلت.